دار ولا هو خبوا في الولدين الفدرة هي العدوة وبد فرق الجزائريين يا تصفى القلب البارود غير 9 دقيقة غالب يا مغلوب ليجي تقسيب دي الحقيقة دي هو مغلوب ما كان بينا 3 فريقة ما بين الشعوب الكورة ياك لعبة وتحريقة يا تبارك هذا ميساج أميرة كاشيل التوعية بدل التام دير ميساج للعقلية يا رد بالك هذا ميساج أميرة كاشيل التوعية بدل التام دير ميساج للعقلية ميساج كاميرا كاشيل التوعية بدل التام دير ميساج للعقلية يا رد بالك هذا ميساج كاميرا كاشيل التوعية بدل التام دير ميساج للعقلية سي تو بروبليم راح نقول واحد الكلمة كبيرة أنا أنت أختو هذه. إيه. هذه إحنا الأمر هذا شو كنا نشوفه يندر في في في, في مواضيع أخرى مشي مع مشي مشي مع ما تسمح لي يا سيدي. شو يدير؟ شكون؟ هكا يدير طوائف. سينا مالك مفهمك. عماد أنا نعتمدك راك بني. راك عاوز بني وتعرفني وتعرف كيفتي وتعرف قدري وتعرف. بيان سور سي جان. بيان سور. أنا مانيش حاب حد لا نكشف لا الأختو لا أمرت منها. صح سي. في 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 أنا ما هدرتش معاها. تراك تكذب سبحان الله معليش معليش بارك الله لا شاك تمرك في مرعبة هك مرعبتها صديقتي ماكش مرعبها لا مانيش مرعبها ما يخسى والو تاكل تشرب ما تخسى حتى حاجة هي اللي تاكل فيك واش ما يخسك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج البالوني دور هذا البرنامج الذي يتحدث عن عديد المواضيع التي تخص كرة القدم الجزائرية نتحدث في عدد اليوم خصيصا عن موضوع العنف في الملاعب الذي بات يهدد أو الذي بات تعاني منه كرة القدم الجزائرية والجماهير الجزائرية التي تبقى المتضرر الوحيد في عدد اليوم نستضيف أحد الفاعلين في كرة القدم الجزائرية نتحدث عن نائب رئيس الرابطة المحترفة سابقا لكرة القدم جمال مسعودان مرحبا بك سي جمال شكرا للاستضافة شكرا جمال مسعودان على تلبية الدعوة ويتوجد معنا خصيصا في عدد اليوم أحد ضحايا الاعتداءات والذي يعاني من تشوه على مستوى العين ويحتاج لعملية جراحية مستعجلة بتركيا فريد رحال مرحبا بك فريد نشكركم شكرا فريد شكرا على الحضور شفاك الله شفاء عاجلا إن شاء الله تتواجد معنا أيضا أخت فريد مرحبا بك الأخت شكرا على الاستضافة شكرا على الحضور معنا أيضا وشكر متبادل إذن فريد أو معك جمال مسعود أحكينا كيفاش تقست في الملعب فريد نو نقول لك يعني الحقيقة يعني أنا ما كنت رايح للصطاد ما كنت رايح للصطاد يبنى قالت لي يا ولد ما تروحش وكذا قلت لها يا ولدي نروح وهذه وكذا وكذا كانت هي أختي معايا وقبل ما توفى العجوزة غير كما ماتت العجوزة ما عندهاش بزاف واني قاعد عايش غير مع أختي هذا يعني من بعد قلت رحت أنا كي رحت لتما مع الدغلة وكذا ما تشوف والو التريبين نض الغاشي حتى حسيت حاجة تروحي في السبيطار ما عرفت واش من ماتش؟ ماتش مع سيربين تاع الخطرة تاع عندها بزاف تاع دربي؟ إيه دربي حتى حسيت حاجة جات عندي هكذا استروحي في السبيطار ما عرفت جا وصلها لي كاع
على باليش. ومن بعد قعدت نعالج هذه ونروح منا نروح منا يعني جو الانصار كاين اللي جو شافوا طلوا عليا ومن بعد راحوا ما ولا واش كان بزاف ما هكذايا وانا حصلت ما نكذبش عليك وانا عندي غير اختي هذه اللي عايش معها دابا قعدت لي حتى لعند وزاره راحتني غير كيما ما عندهاش بزاف. فريد وضحية سيفري فريد ولكن متأسف جدا انه انسان تروح يتبسلوا يعني اعز ما لديه ولكن الى متى نبقى احنا نغض البصر عن هذا المواضيع. انه كنت تشوف اليوم المباريات وخاصه منها الديربي كي تشوف انت استاد كيديروا هذاك الكراكاج هذاك وكانه استاد شعل واننا اليوم نفتخر ونعتز ونديروا ولكن لا نبالي من لي كونسيكونس اللي يصراو لا وقب الخطر. لذلك سي جمال احنا عندنا اليوم في الحصه ارقام اسفل الشاشه لمن اراد الاتصال بنا عبر المباشر لتقديم يد المساعده لاخونا فريد لما لا يعني ولو بشيء القليل لنصل الى المبلغ المحدد ولما لا اجراء العملية الجراحية بتركيا. نستقبل المكالمات مع المباشر. الأخت أنا حدثينا كيفاش راكي تعيشي الحياة اليومية مع فريد؟ كيفاش راه يعاني؟ كنت قلتي لي أنه راه يعاني من ما يقدرش يرقد الليل وما إلى ذلك. والو هو يسوفري ويزيد يسوفريني معاه. هو في الحقيقة نحس به. بصح شغل كنس بروحي شغل ما نقدر ندير والو ما كاش. فريد معليش فريد كوراج خويا فريد. نستقبل أول مكالمة إن أمكن محمد تجار. ألو مرحبا. ألو مرحبا نستقبل أول مكالمة إن أمكن. السلام عليكم خويا عماد. هذا اللي مصقلك في قلبي هو ذاك الأخ فريد توشاني بزاف. نقدر نعاونكم ب 300 دينار اللي فاضل 30 مليون. هذا واش نقدر ندير أنا؟ شكرا شكرا جزيلا ربي يحفظك خويا. والارقام راهي موثقه اسفل الشاشه ما تعلق بالحساب البريدي وما الى ذلك. والله فرحسنا سي جمال مازالوا كاين ناس الخير في البلاد. هرزمو سبحان الله العلي العظيم. احنا من خلالنا على كل حال لنا احباب واصدقاء باسكو انتم راكم دايرينها وفاتحين هذا شنو. انا جو في بروندر سا اون شارج باذن الله وبحوله. لنا اصدقاء واحباب وامرات ناس باذن الله ان شاء الله يكونوا في عام فريد. وسي با ما تبكي ما والو ان شاء الله كي اليوم راه ما تبكيش خاطر كل ما يبكي راه يزيد له السطر فيه يعني. بربي ان شاء الله فيها الجزائر مازال فيها الخير ومازال فيها الرجال وان شاء الله وفيها دوله جزائريه اوسي. ما نهدروش غير مع الخواص ونهدروا غير مع الناس. نزيدوا نديروا نداء للدوله الجزائريه انت تكفل بيكوش. هاي بدات بشارت خير يا سيدي ان شاء الله. تفاؤلوا خيرا تجدوه ان شاء الله. ها وان شاء الله بدات ب 30 مليون ما بقاش على. الو السلام عليكم. وي خويا لا سي بون احنا رانا على المباشر. محمد تقرا اعطيني فاصل من فضلك اعطيني فاصل. سي با نورمال احنا رانا في المباشر خويا واتصل بينا هذا وين اتصل بينا السيد وقدم لنا اعانه. سبحان الله صح. محمد ما تدخلش حتى نعطيك تعيش. سي تو بروبليم. شرح لنا بالك بالك راهم يكذبوا في التليفون. ها؟ بالك راهم يكذبوا. انتو فو نافي با فيريفي. لا فيريفي. ها؟ فيريفي كلش. لي دوكيمون كلش. الاخت معليش دقيقة. نعم. الاخت تفضلي دقيقة. معليش. وي. دقيقة محمد. اخت اتصلوا بيا في التليفون قالوا لي بلي خوك راه يكذب. اسك كاين منها باش حنا نشوفو نصدقوك انت ولا نصدقو لال. واش تحب نقلك خويا؟ نروح مع الدار يضربني يقول لي علاش هدرتي؟ سما كاين منها يكذب؟ ايه سبحان الله. انا قال لي روحي طلبي انا قال لي روحي طلبي ما تدخلش للدار بدراهم. ها؟
قال لي روحي طبيب الجامعة، قال لي روحي طبيب من حيوانات. ما تحتاج هو يحبها كذا قاعد في الدار والناس ترفع له. راح نقول واحد الكلمة كبيرة أنا أنت أختوه إيه. هذي إحنا الأمر هذا شو كنا نشوفه يدار في 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 مواضيع أخرى مشي مع مشي مشي مع الأخرى. لا تسمح لي يا سيدي شو دير شكون هكا يدير طوايش صح لا لا للدرجة هكا غير ما تبني صار أنا مباشر ذلك سي جامع شوف تعاوني ندخلوا ذلك في المباشر لا 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 اسمح لي لا سامحني سامحني عماد عماد سي جامع سي جامع الله يسلمك عماد عماد في وجهي شوف شوف خليني نقول لك انا راك نفهمك عماد انا نعتمد راك بني راك عاوز بني وتعرفني وتعرف قيمتي وتعرف قدري وتعرف يا شوف سي جامع شوف انا مانيش حاب حد لانك شفنا الاخت ولا الاخ مرة ثانية دي في 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 انا ما نهدرش معاهم لا 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 يا 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 ما كاش ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو سي جامع خلينا واش كاين قول لي واش كاين ندخل لي ميسيون نختم واش كاين مشاهد رئيسي شنو هضر معاك واش كاين شنو هضر معاك ضربني والله العظيم واش هضر واش نهضر واش هضرتي واش كاين واش راك حاب دير واش كاين اصبر ريح كيما راك باش تقول لي واش كاين ريح كيما راك معليش ريح كيما راك ما درت والو واش درت الراجل عيط له ريح كيما راك يا فريد ريح كيما راك ريح ريح ولي البلاصه سي جامع ريح الله يسرك نختم لي ميشي على المشاهد برك هذا كاين والو ونخرج واش كاين شي قلنا كيما كاين قولوا لي هذا ما كاين يا 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 واش كاين شي يا عماد راك يا عماد يا شيخ واش كاين ما كاين والو فريد ريح ما كاين والو سبحان الله ما كاين والو اشطروا غير تبكوا مني او عيط او عيط مشاهد مشاهده او عيط وقال لك خلاص 500 مليون مبروك عليك كاش من هنا خلاص خلاص سي باو سي باو خلاص يا خويا العزيز الحمد لله يا سيدي الحمد لله والله يا العزيز ما كاين والله راه يدك شوف يا خويا والله ما كاين هنا والله الحمد لله بصح انا قالوا لي راك تكذب قالوا لي راك تكذب واش بك ريح ريح فريد يا حسين نضرب اختي نضرب اختي يا 500 مليون 500 مليون اسمح لي اسمح انت راك تكذب راك تكذب انت راك تكذب سبحان الله معليش معليش بارك الله بارك الله بارك الله فيك هاي ريحه معاك للدار تهضر معاه هنا فيك تهضر معاه ما تهضرش معاه خلاص ولي ولي الحصه ولي اسمع الله يبارك الله يبارك الله يحفظك الله يحفظك راك كبير راك كبير الله يحفظك الله عيب عليك فريد فريد عيب عليك عيب عليك ما قالت والو ما قالت والو قلت لك انا راه معيط من راسي جاني قال لي راه عيط انسان وقال لي راهي 500 مليون سي بون راهي راهي عليا والسيد هذاك صدق اننا عرفوا مبروك عليك 500 مليون خلاص روح مرتاح خلي خدك مسمو والسلام عليك راح تريح ما يفضلت فضلت الحصه راح تريح ما قالت لا لا راح تريح راح تريح راح تريح راح تريح اكثر من حاب تقول لي انك ما تعاوننا ولا تزيد نعاونك وراء المشكل نعاونك وراء المشكل وراء المشكل انا بليك اسمع راح تريح راح تريح معليش راح تريح ريحه ريحه ايه منا ما قلتي له وين ريحه ما درتش مع خلاص ريحه ريحه الاخت ريحه من دنيك شنو قال خلينا سامحوني نعطيك الصحه اخويا ربي يعيشك ما هي طول فيها عمرك نعزيز ربي يعيشك الله يسلمك الله يبارك فيك ربي يسجل الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك امين 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 ريح ريح الله يعيشك ريح وما دير والو انا دير والو عند بالي شنو عند بالي شنو قلت له هاكسي سير عماد عماد واش بيه مازلنا في نفس واش هضرنا فريد واش هضرنا حبيت تبهدلنا دروك انت ولا كيفاه سامحني سامحني دروك ندخل في المباشر نبهدلك انايا هاو معايا جمال مسعودان والله غير نبهدلك انا ما ندخل والله العظيم غير نبهدلك واش نبهدلني واش كاين سبحان الله واش تضرب في الطفله ومن بعد تكذب ومن بعد انا كذبت وين كذبت كذبت لحاجه شو قول لي برك ولا كذبت برك الحاج انت تكذب بيه كذبت انا سيد عيط لي في التليفون ما قالكش الصح جمال مسعود راك انت انت راك تكذب صح ما راكش مريض انت راك تكذب عندك سجعه قول لي منين نكذب قول لي هذا ما كان
دونك عندها شجاعه رجعنا نديروا عفسه ماشي مليحه تضرب في السيد. انا ما عنديش شجاعه نتريتي لي جون في لا تيليفزيون نتريتيهم دو كذابين. تاع واحد كذاب تريتيه تقول له بلي انت كذاب. انا ما خلينا مانيش كذاب. انا ما عنديش المعطيات لا راك تكذب ولا ماكش تكذب. عندي معطيه واحده عندي لا لا عندي معليش مش هذا هو الموضوع. انا الموضوع هذا دوكا تاع اختك هذه على راك مرعباك. على شاك تمام فيها. راك مرعباك. ما رعبتهاش هذه اختي. ماكش مرعبها. لا لا مانيش مرعبها. ما يخصها والو تاكل تشرب ما تخصها حتى حاجه. هي اللي توكل فيك وتشرب. ما يخصك. هي اللي توكل فيك وتشرب فيك جاب ربي. ما توكلنيش هي انت توكليني. سما راك قلتي له كل شيء. ما قالت لك والو. شيخ لا حول ولا قوة. يا شيخ حبيت نسقسيك باش نقول لك واحد الحاجة. وي تقول لا تعاوني ولا ما تعاونيش؟ نعاونك صح صاحبي من يعاونك راك تكذب يا سي محمد. حبيت نشوف نقول الحاج في رمضان. صحة رمضانك وصحة فطورك. هذه غير كاميرا تاع شيخ. عمرو جامي حكمت تاع سي جامع. عطينا كرون بلو عليه الله يحفظك. تفضل سي جامع تفضل. خليه وحده خليه هكذا اون مينيت. سي جامع. تعرف تلعب يا اخي بو كوميدي وانت من يجيوك الدموع انت شربت الماء بزاف من يجيوك الدموع شربت الماء بزاف طبعاً اه خلاص بارك الله فيك اخي تاع عماد والله العلي العظيم انا شوف انا والله والله غير امنتك قاسم من بالله غير صدقتك شيخ نقول لك واحد الحاجه يعطيك الصحه وبارك الله فيك الله يسلمك هذه الحصه تاعنا ماشي غير كاميرا كاش حنا نحكوا ميساج للناس المجتمع وبارك الله بارك الله فيك سي جامع حطينا تصفيقات بارك الله فيك سي جامع تفضل سي جامع عندي هنايا سمع عماد سمع عماد لازمني نحضر واحد شيخ من نقدر لا لا خلاص اليوم شيخ صحة رمضانكم وصحة فطوركم مع الوطنية تي في ديما ورد بالك ورد بالك رد بالك يحكم الشيخ في رمضان واش تاكل؟ ضرب الفطور برك انا في الفطور الريح ترونكي هذا ما كان هذا ما كان ومن بعد مول الفطور واش ضرب؟ ما ضربش واحد فلون يمسح صدرك والله والو مع نوال مع نوال اخويا هذا فلون هذه نوال هذه نوال هذه ماشي نوال هذه نواله نواله الحمد لله رب العالمين صحبت واش تقولنا شيخ لا سي المجتمع يوم يشوفوا فيك قلنا كلمة المشاهد الكريم المشاهد الكريم يا عماد لا لا ماشي معليش ارواح المشاهد الكريم عماد انا فيما يخص الموضوع اللي اخترتوه انتم على كل حال انا عشت وعايشته والسيد اللي تكلمت عليه فعلا تاع المولودية اللي صار وانا تكلمت معاه وهدرت معاه وكان كان له حديث كبير موضوع حساس كما كنت تقول انت انه ستا ميساج نتمنى انه يفوت الميساج انه اولا ما يكونوش العنف في الملاعب لا ما يكونوش كيما انت اللي يستغلوا يستغلوا العائلات كاين ناس اللي كاينه بيان سور كاين ناس اللي يديهم يطربوا بهم هذا سيتي ان ميساج سوسيال اهم مهم مهم جدا نقولوا للمواطنين المتفرجين والمتحبين ومتابعي قناة الوطنية صحة رمضانكم تسموا بالصحة والعافية وتعيدوا بالصحة والعافية وربي يعدوا وربي يعدوا عليكم بالخير والعافية وردوا بالكم ود ما تنسانوش نوال نوال سلام سلام هي العدوة وما تفرق الجزائريين يا قصبة القلب البارود غير 90 دقيقة غالب يا مغلوب يجي طاكسي بدي الحقيقة اللي هو مطلوب ما كان بينا ثلاث فريقة ما بين الشعوب الكورة ياك لعبة وتحريقة يا رد بالك هذا ميساج كاميرا كاشي للتوعية بدل التام دير ميساج للعقلية يا رد بالك هذا ميساج كاميرا كاشي للتوعية بدل التام دير ميساج للعقلية ميساج ريال
بالك هذا بيصار كاميرا كاشيل التوعية بدل التام ترمي زاجور للعقلية.